في البداية بس عايزين نعرف حضرتك، هل المبادئ الحاكمة اللي هم حاطينها دلوقتي فوق الدستور، هل دي من الممكن انها تمر دون توافق شعبي عام، مع ان طبعا احنا عارفين ان التيارات الإسلامية كلها بتقف بالمرصاد لهذه المبادئ الحاكمة؟ هي ليست مبادئ فوق الدستور اولا، هي مبادئ بتتحط نوع من الاسترشاد ومطلوب اننا نتوافق عليها لانها تتفق مع الجوهر الحقيقي للمبادئ الدستوريه في العالم كله ومع القوانين بتاعت حقوق الانسان في اللي هي ناتجه عن الامم المتحده. هي في الحقيقه محاوله لضمان الا تؤخذ البلد في اتجاه ديكتاتوري باسم الدين سيادتك او باسم العسكريه او اسم المدنيه ثم نقع في مطب تاني. هذه هي الفكره بتاعت اننا نحط مبادئ دستوريه يتم الالتزام بيها، واننا ما نستناش لما تيجي الجمعيه التاسيسيه فتحط لنا دستور زي اللي عمله واذاع عنه الدكتور محمد يسري يوم 29/8 تقريبا، هو بتاع جمعه تورا بورا ده بسيادتك، واللي قال فيه ان هم حطوا الدستور خلاص والاخوان موافقين عليه، 6 فصائل حطت الدستور، وان هم هياخدوا الاغلبيه في البرلمان، هم يتصوروا كذا، وان هم بالتالي هيجيبوا اللجنه التاسيسيه او الجمعيه التاسيسيه اللي تحط الدستور، وما دام هم جايبين الجمعيه التاسيسيه فهتحط الدستور ده، يعني الدستور انتهى، يعني الانتخابات مالهاش لازمه واحنا موجودين دلوقتي اولاد 60 في 70 والسلام عليكم. هذا حضرتك معادي للكينونة الوطنية وللديمقراطية ولحقوق الناس، ولو تمكن شخص أو مجموعة أو فصيل أن يختلس إرادة الناس ويمارس عليهم وضعا غير ديمقراطي فهو يرتكب خيانة وطنية. هتلر جه بالديمقراطية وموسوليني جه بالديمقراطية، ثم ثبت أن كان في تزييف وتضليل لوعي الناس في لحظة معينة، وبالتالي الناس صححت هذا الوضع. نحن لا نريد تجربة هتلر ولا موسوليني، ولا عايزين نعلق حد من رجليه ولا نبصق عليه ولا واحد ينتحر ولا حاجة. طيب انت شايف حضرتك، هل مصر مش محتاجة الى تظاهرات حاشدة اخرى في ميدان التحرير؟ انا رأيي ان الثورة المصرية سوف تتجدد قريبا، ربما بعد انتخابات الشورى كمان، وهتبقى الموجة الثانية، لان الموجة الاولانية عملت بداية والبداية بتنتكس وبتختلس وبتغتصب. نعم، من قبل المجلس الاعلى باعتباره المنسق الاعلى لقوى العدوان الثلاثي اللي هم الفلول والسلفيين والاخوان. طيب رأي حضرتك في المادة 9 اللي هم حاطينها في المواد اللي هي الفوق الدستورية؟ المادة 9 للأسف الشديد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه بالتأكيد عارف تفاصيلها وموافق على تفاصيلها، هو اللي ملي تفاصيلها، يضع الجيش بخلاف وضعه القانوني والدستوري والمتطلب والوطني فوق المجتمع ويحط رجله فوق المجتمع، وهذا وضع مسيء للجيش. وانا بطلب من المشير حسين طنطاوي ان يسرع بسحب هذه العمليه وان يضع الجيش المصري كوضع الجيش الفرنسي او وضع الجيش الامريكي، مجرد هيئه تخضع للدوله وتراقب وتحاسب ويحاسب موظفيها وتعرف مصاريفها هي فين وراحت فين وتعامل بها ايه، فيما عدا حاجه واحده، الاسرار الحربيه متعلقة بالعمليات الحربية. أما السلاح ونوعيته وكل الكلام ده يعني عملية ما فيهاش جدل، لأنها معروفة عند الأمريكان اللي بيدوهالنا، والله أعلم بيدوهالنا وهو فيها أجهزة تمنعها من التقدم ناحية إسرائيل ولا لأ، وإذا كان فيها هذه الأجهزة يبقى زومها إيه عندنا، لأن عدونا الأساسي والرئيسي والاستراتيجي هو إسرائيل. الجيش كله عايز إعادة نظر في مبناه وفي مقاصده وفي ترتيباته وفي إجراءاته، وهذا تصحيح لوضع احنا بنعتز به لانه مؤسسه من مؤسسات الوطنيه في مصر، نريد ان نكون في الوضع الصحيح. اخيرا رايك ايه في الدعوه ل 25 يناير القادم لثوره جديده؟ انا مع الدعوه. الامر ناضج والوطن يختلس، بعد ما كانت الثوره اللي بتغتصب الوطن بيغتصب كله. ارجو تقولها لي في جمله مفيده، انا مع الدعوه ل 25 يناير. ايه؟ تقولها لي في جمله كامله حضرتك، ان انت مع الدعوه كذا. أنا مع الموجة الثانية للثورة والتي يجب أن يتبعها موجات أخرى كل فترة، لأننا في حالة شد وجذب وبنصحح الأخطاء التي تتم ونفرض قوى إرادة الشعب المصري بالتدريج، ومن ثم هيبقى عندنا مراحل في الثورة المصرية لكي تستكمل مهمها. وللعلم ما فيش ثورة في العالم أنجزت كل مهمها في 10 ولا 15 ولا 20 سنة. نحن أكثر ما نعاني منه هو استعادة البنيان الطبيعي للمواطن المصري والعلاقات بين الحاكم والمحكوم وبين المحكوم نفسه، هذا جوهر المشكلة في مصر الآن. أما الاقتصاد نهده ونبنيه نعدله من قطاع خاص لقطاع عام لقطاع رأسمالي لقطاع اشتراكي، هذه قصة في إيدينا نعملها ونتحمل نتائجها، ما هيش كتيرة ولا حاجة، في إيدينا نعمل حاجة كتير. الثورة
قامت للعلاقات القائمة بين البشر المصريين محكومين وحكام وبين المحكومين أنفسهم، ثم فوجئنا أو الناس اكتشفت أن العلاقة بين المحكومين فيها ما هو أسوأ من علاقة بين الشعب المصري كله والحاكم. شكرا أستاذ بلازم، شكرا جدا.